اللي يدرب الكلام ده عشان برضه محدش يقول لي ايه مدرسين ما عنديش مش عارف بتاع موسيقى وعندي بتاع اشغال. اللي هيتولى هذا الموضوع هم الولاد اللي حوالينا اللي حوالين المدرسه. فيها تلاقي حاجات بالمدرسه بنت خريجه التربيه الرياضيه او لسه في كليه التربيه الرياضيه ممكن تمسك 10 12 بنت اطفال من اللي احنا شفناهم دول وتعلمهم في الملعب حاجه تمام. ولد كليه لغه عربيه ولا خريج كليه لغه عربيه وغاوي شعر وياخد الكام ولد وكام بنت اللي هم غاويين شعر ويبتدي يعلمهم ويسمعهم ويقولوا ويقروا. واحد زي انا سمعت النهارده ولد بيقرا القران ده صوته في منتهى منتهى الجمال والله حاجه هايله. ليه ما ننميش هذه الموهبه ونعمل مسابقه في على مدار الصيف كله نسمع كل السجاد اللي بيقولوا. الخلاصه هذا الموضوع ان احنا عايز ان شاء الله المدارس في الصيف ده خلايا نحن. وبعد احنا عارف ظروف الجويه عندنا وكده احنا بنتكلم يعني بعد المغرب المدرسه دي ثلاث اربع خمس ساعات كده كويس مش عايز حاجه مش عايز حاجه فيها نفس الصيف.